دستور إلهام، زي ما احنا عارفين إن الجواب بيبان من عنوانه، يعني دستور اللي كتبته رقاصة ومشخصاتي وخمرجي وواحد بيضرب بانجو أكيد طبعا متخيل هيكون دستور عامل إزاي. يلا بينا نعمل لفة سريعة في الدستور الملفوف. طول عمرنا عارفين إن وزير الدفاع مجرد وزير بيعينه الرئيس، لكن دستور إلهام بقى قالك إن وزير الدفاع اللي يعينه المجلس العسكري وكمان لمدة 8 سنين. ومش بس كده، وزير الدفاع بقى هو اللي يعين المجلس العسكري. حد فاهم حاجة؟ خد عندك كمان، لا يجوز عزل شيخ الأزهر ولا النائب العام ولا رئيس المحكمة الدستورية ولا وزير الدفاع، يعني مهما كنت فاسد مش هنشيلك. يا حلاوة. شوف بقى، الدستور كله كوم والمادة دي كوم تاني، بيقولك لا يجوز عزل الرئيس في حال خروج الجماهير عليه في الشوارع أو التظاهر ضده مهما كان عددها. يعني احنا بس اللي نعمل كده وانتوا لأ؟ وعشان بقى نتأكد ان الست إلهام هانم عاوزة ترجع النظام البائد، مش بس بسياساته لأ، كمان بأشكاله العكرة، تم إلغاء مادة العزل السياسي لقيادات الحزب الوطني. المادة اللي كانت بتدعو لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد لفوها ورموها من الشباك، يعني أهلا بكل الفسدة وأسفين للي حصل لكم قبل كده. المصيبة الكبرى بقى محاكمة المدنيين عسكريا، يعني خلي بالك ما تتعاركش مع عسكري في البنزينة أو مع جرسون في فندق تابع للقوات المسلحة. الحرب بقى على الهوية وعلى الشريعة خلوا بسلامتها المحكمة الدستورية هي اللي تفسر الشريعة الإسلامية، مش الأزهر ولا هيئة كبار العلماء. وعشان أكد لك كلامي إنها حرب على الهوية، ليه حذفوا المادة اللي بتجرم شتم الذات الإلهية والإساءة للرسل؟ وما تفرحش قوي بالمادة اللي بتساوي الست بالراجل في الحقوق والواجبات، لأن دي معناها إن ميراث الست يساوي ميراث الرجل، وإن سيادتها ليها الحق تتجوز على المخفي جوزها مرة واثنين وتلاتة. دول مش بس لغوا أي هوية إسلامية لمصر، دول كمان لغوا أي ذكر لثورة 25 يناير وشهدائها، وما جابوش أي آية أو حديث، لكن خليته البابا شنودة وجملته المشهورة: مصر وطن نعيش فيه ويعيش فينا. بعد كل ده عايز تنزل؟ ده دستور خسارة حتى نقول عليه لأ. أنا شخصيا مقاطع ومش نازل أصلاً.